السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد ووصفة جديدة. أسئلة كتير قوي بتوصل لي عن رجيم شهر رمضان. كل سنة وكلكم طيبين وخير وصحة وسعادة. كتير قوي بيشتكوا إنهم بيخرجوا من شهر رمضان بتكون في زيادة كتير قوي في الوزن. شهر رمضان أنا شايفاه إن أفضل فترة ان انت تتخلصي من اي وزن زائد، وكمان بيكون بصورة آمنة تماما. النهاردة مش هتكلم في تفاصيل، ولكن هقولك ايه اللي المفروض ان انت تعمليه علشان تخرجي من رمضان وانت لو عندك اي زيادة في الوزن بيكون جسمك فعلا جسم مثالي. ياريت اللي بيشوفوا قناتي لأول مرة اشتركوا في القناة، اضغطوا على زر اشتراك او سبسكرايب اسفل الفيديو، فعلوا خاصية الجرس علشان توصلكم كل وصفاتي فور نزولها، وإذا عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير علشان الكل يستفيد. الترتيب اللي أنا هقوله بيكون مهم جدا جدا. أنا هقول إيه اللي مفروض نعمله الفطار بين الفطور والسحور، وكمان هنتناول إيه في السحور، وإنتي حاولي قيسي عليه باقي الشهر. كمان مهم جدا جدا ان احنا في فترة الصيام نتحرك على قد ما نقدر. ناس كتير قوي بتقضي الفترة دي وهي بتكون نايمة، ودي من الحاجات اللي بتكون مش صح خالص. كمان شهر رمضان في ميزة حلوة قوي، احنا دايما بنقول ان الرياضة بتكون مهمة جدا مع اي نوع من انواع الرجيم. فشهر رمضان مجرد ان انت بعد الفطور بتصلي العشاء وبتصلي التراويح، دي من الحاجات اللي بتكون هايلة ورائعة جدا، وبتخلصك حتى لو انتي تناولتي في وجبة الفطور حاجات بتكون سعرات الحرارية بتاعتها عالية بتقدري ان انتي تتخلصي منها بسرعة. اول حاجة لما هنيجي نفطر هنفطر على ايه؟ زي ما الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال لنا هنفطر على التمر. اقصى حاجة هتاخديهم 3 تمرات، يعني ممكن تتناولي تمرة واحدة، ولكن خلونا عارفين ان لازم التمر نتناوله بيكون فردي بلاش زوجي، يعني تمرة او 3 تمرات. هناخد معاها من 2 ل3 اكواب من الماء، ولكن نشربهم بالراحة. يعني اخدنا 3 تمرات وهتبدأي تشربي نصف كوب من الماء، انتظري بس حتى ولو نصف دقيقة وبعدين ابدأي تناولي باقي الماء. بلاش ان انتي الناس اللي دايما مع الفطور تتناول الماء بسرعة قوي، ده بيكون من الحاجات اللي مش صح للمعدة نهائي. ممكن كمان نستبدل الماء ده ان انتي تتناولي فقط كوب من الحليب، التمر مع الحليب زي ما انتي عايزة، ولكن الحليب هيكون منزوع الدسم. الحاجات اللي احنا يعني بنصح بيها اي حد عايز يخرج من شهر رمضان ومش يكون في زيادة في الوزن، فحاولي تناولي العصائر، ولكن يكون العصير فريش وبيكون طبعا بدون سكر. افضل حاجة بنصحك بيها ان انت تتناوليها وكمان بتكون مفيدة جدا صحيا هي عصير البرتقال. بعد ما اخدتي التمر وشربنا مية او اخدتي عصير او حليب واتيفر، لان طبعا مش هتستمري 30 يوم على كده لانك هتزهقي، فانا بدي اختيارات. بعدها بربع ساعة، ويفضل ان في الفترة دي تصلي المغرب، وبعدين بتبدأي ان انتي تتناولي الفطور. هتبدأي تاخدي ايه؟ هتاخدي الشوربة، ولكن بلاش الشوربة اللي بتكون فيها كريمة او دقيق او الحاجات دي. الشوربة بتكون طبعا عبارة عن شوربة خضار، ممكن شوربة عدس، ممكن شوربة البصل، ولكن كل الحاجات دي بتكون بدون دهون. ممكن كمان شوربة الشوفان. اهم حاجة ان احنا بنبعد عن الدهون. بعد كده هنبدأ نشوف الخضار. هتاخدي الخضروات مشكلة زي ما انت عايزة، برضو بتكون قليلة الدسم. الحاجات اللي احنا دايما بنقول نبعد عنها شوية هي البسلة. البروتينات والنشويات بتاخدي بقى الحبوب اللي بتكون كاملة، دي بتكون افضل حاجة، زي مثلا الفريك او الارز البني. هتتناولي سواء الدجاج او هتتناولي اللحوم بتكون مشوية ومنزوعة الدسم. الدجاج بيفضل ان احنا ناخد صدر الدجاجة فقط، بلاش يعني ده افضل حاجة في الرجيم. طبعا بندخل خلاله ممكن تتناولي سمك مشوي. المهم الثلاث حاجات سمك والدجاج واللحوم بتكون مشوية ومنزوعة الدسم.
الحاجات بقى اللي انشي مفروض طبعا بعد الفطار بنلاقي كلها بتكون 2 3 ساعات، وبنبدأ بقى الكنافة والقطايف والحاجات بتاعت رمضان المسموح اللي انت تتناوليه. هتتناولي اللوز، لو تناولنا الحاجات دي بتكون نية، دي من الحاجات اللي بتفيدنا، الزيوت بتاعتها بتكون مفيدة جدا، او الدهون بتاعتها بتكون مفيدة جدا، وكمان لو تناولتيها بتكون نية بتكون افضل بكتير جدا. ناخد مثلا بين الفطور والسحور الخضروات بجميع انواعها بتكون مهمة جدا جدا. الوقت اللي احنا هنتناول فيه كم الخضروات ده، احنا انا مش قلت ان في سلطة على الفطار، لكن لو غيرنا بنبدأ نبدل، بنخلي طبق السلطة على الفطار، لان انا بتكلم على شهر رمضان بصفة عامة. تعالوا نشوف هنتناول ايه في السحور. هنركز في السحور على البروتينات، وهنركز على البروتين، يعني هنتناول مثلا البيض المسلوق، البقوليات هتاخدي مثلا 4 5 معالق من الفول، هناخد الشوفان على قد ما نقدر، بنقلل الملح، دي اهم حاجة بنصح بيها الكل. طبعا شرب الماء يعني مش عايزة ان انا اكد عليه، من الفطار للسحور ده بيكون معاكي على طول، ده للكل كمان علشان نعوض جسمنا النقص اللي احنا الماء اللي احنا بنفقده او مش بنقدر ان احنا نستفاد منه طول النهار. مهم جدا ان انت تتناولي مثلا الفاكهة، البطيخ من الحاجات اللي بتكون حلوة جدا، مش بتحسسنا بالعطش، الموز، كل الحاجات دي بتكون كويسة جدا. ممكن تتناولي كمان البليلة لأنها بتحتوي على كم فيتامينز بيكون عالي جدا. السكريات على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، أنا مش عايزة يكون في حرمان، هنقلل السكريات، يعني تناولي حاجة نفسك فيها ولكن حاجة صغننة اللي هو يقدر الجسم إنها يحرقها بسهولة، مش تتراكم ونيجي على آخر الشهر بقى تحس إن انتي فعلا في زيادة كتير قوي في الوزن. كمان من الحاجات الحلوة اللي هي فعلا هتفيدنا وبتحسسنا بالشبع لفترات طويلة في السحور، ان احنا بنتناول الزبادي خالي الدسم عليه عصير الليمون مع الشوفان او مع الردة، دي من الحاجات اللي بتكون فعلا نتائجها حلوة جدا وبتحسسنا بالشبع لفترات طويلة، وفي نفس الوقت بتكون مغذية، وبرضو كمان من الحاجات الحلوة انها بتعمل مع دهون البطن. الناس اللي بيتعودوا انهم يتناولوا الفطار ويناموا على طول، دي من اكتر الحاجات اللي مش بننصح بيها نهائي، لان قلت اخطر حاجة ان انتي بتتناولي اي وجبة وبعدين بتبدأي تنامي فورا، دي بتعمل دهون وتحديدا في منطقة البطن بالذات. دي حاجة سريعة جدا علشان بس نعرف ازاي نمشي نظامنا في رمضان، والله لو استمرينا على كده انت هتطلعي من رمضان مش مثبته وزنك، لا انت هتنزلي على اللي انا بقوله ده، مش يعني في حدود مثلا 8 كيلو او 9 كيلو، ودي طبعا بتكون نتيجه حلوه جدا. يا ريت حبايبي اللي مشيت قبل كده على اي نظام يعني رجيم، ولكن يكون نظام صحي، تكتب لنا طريقتها او تجربتها مع النظام ده في رمضان. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك، نعمل شير علشان نفيد غيرنا. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. شكرا ليكم حبايب قلبي، في رعاية الله.